احنا كنا حاطين هدف ان سنه 2020 نصل الى حوالي 20% من الطاقه، لكن حقيقه الخطوات اللي كانت اتخذت ما كانتش توصل الى هذا الرقم، لكن احنا فعلا اخذنا خطوات سريعه جدا، سواء تغيير قوانين، وضع تشريعات، تسهيل المستثمرين ان يجي يستثمروا في هذا المجال، عملنا الفيت ان تعرف لتعريفة التغذيه، حطينا برنامج طموح ان احنا ندخل 4300 ميجا في خلال سنتين فقط، والامر ماشي دلوقتي بمنتهى السرعه في الوقت الحالي، حتى لان كنت متضايق ان احنا اتاخرنا شويه يمكن 7-8 اشهر، لكن ده بيبين لك قد ايه ان احنا بنسرع في هذا الامر. بعض الناس المؤهلين انه يستثمروا في هذا المجال فعلا اخذوا الارض وابتدوا يعملوا قياسات، وانا متوقع ان يمكن في خلال عام 2016 هيحصل فيها طفره كبيره جدا في الطاقه الشمسيه وايضا في طاقه الرياح.